اهلا بيكم في مامي ماركت. النهارده جايبه لكم منتج عباره عن وجبه شوفان. عارفين كده النودلز اللي بتبقى موجوده في الكب واحنا بنحط عليها الميه السخنه والفليفرز بتاعها وبعدها شويه بتبقى جاهزه للاكل؟ هي دي برضو نفس الفكره، هو عباره عن زي الكورن فليكس كده، بتبقى محتاجه بس لبن، بنضيف عليها اللبن المفضل بتاعنا وبتبقى جاهزة برضو للأكل على طول. سهلة كده وينفع ناخدها معانا في أي مكان. علبتها صغيرة بس هي مشبعة وبتكفي، لأن كل مكوناتها عبارة عن حبوب. هي عبارة عن شوفان وشيا وكتان. مميزاتها بقى إن هي كل مكوناتها أورجانيك وخالية من الجلوتين، الناس اللي عندهم حساسية من الجلوتين، وبرضو كل مكوناتها غير معدلة وراثيا. عايزة اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي، اهي اهو طعمها بيبقى حلو جدا.